ظاهرة زايد وجودها بالقرن 21 وهي ارتفاع معدل درجة حرارة الهواء الجوي الموجود بالطبقة السفلية من سطح الأرض ويلي تعرف بالاحتباس الحراري، وهذا اللي أدى لتغيرات كتير بالطقس والأمطار والجفاف، بس كمان تبين مع العلماء أنه هي بتأثر على كمان طول اليوم وعلى سرعة دوران الأرض. مثلا نشوف كيف عم يكون طقس أجواء مستقرة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وعم تميل درجات الحرارة ارتفاع وبقاء أدنى معدلاتها بقليل والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال النهار واستديمة بالمناطق الشرقية والبادية. الرياح غربية لشمالية غربية بين خفيفة والمعتدلة عم توصل سرعتها ل 15 كم بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 55 و90%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 27 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق عم تكون أجواء فيها مشمسة وعم تسجل عليا 27 درجة. رح ننتقل على محافظات سوريا ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية من سويدا، عم يكون طقس فيها مشمس وعم تسجل عليا 26 درجة، أما بدرعا فعم تتراوح بين 14 و27 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها الصغرى 13 درجة وعم يكون طقس صحو. بالمنطقة الوسطى بحمص عم تكون الأجواء فيها كمان مشمسة وعم تسجل عليا 25 درجة، أما بحما فعم تتراوح بين 15 و27 درجة. رح ننتقل على المنطقة الساحلية، طرطوس عم يكون طقس فيها مشمس وعم تسجل عليا 26 درجة، أما بلاد إيه عم تروح بين 20 و25 درجة، وبلواس كندرون عم تسجل عليا 26 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون طقس مشمس وعم تسجل عليا 24 درجة، أما بحلب عم تروح بين 13 و26 درجة. رح ننتقل عن المنطقة الشرقية على الرقة، عم يكون طقس سدمي وعم تسجل عليا 29 درجة، أما بالحسكة فعم تروح بين 21 و30 درجة وعم يكون طقس مشمس. بدير الزور عم تسجل حرارة الصغرى 21 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.